زينة عمتي الحمد لله على سلامتك يا عمتي. الله يسلمك. شفتي يا بنت؟ شفتي؟ ولا كأن حاجة حصلت. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. تعالي تعالي، أنا فرحانة، فرحانة قوي يا بنت، فرحانة قوي. أنا قلبي اتفتح للدنيا، بقيت أحب الناس كلها حتى محروس. أيوة، وعزة جلالة الله، مش محروس ده يسد النفس وعامل زي الطبخة لمحمدة بس ومال، أهو الواحد ياكلها ويشرب وراها فوار. أنتي مش متخيلة أنا مبسوطة قد إيه علشانك يا فوزية. وأنا كمان، أنا ما عارفاش كيف هنت عليا نفسي. مفيش حاجة تستاهل، كيف عملت في نفسي كده؟ لكن الحمد لله، يمكن ربنا عايز يديني فرصة تانية عشان أعيش صح. با في ايه يا بت؟ مالك؟ ما انا هقول لك ايه بس؟ ما انت لو تعرفي اللي حصل وانت مش هنا. خير؟ ايه اللي حصل؟ انا شفت البت ريتال، قلت تبقى الامور محلوله. لا محلوله ايه، ده الدنيا باظت خالص. وماله؟ حتى لو بقت 100 عقده هتكون اكتر من الحرج اللي كان في وشي، وربنا خلصني منه. زينب، احنا على اتفاقنا هنفضل ورا البيت ده لحد ما يرجع البيت الكبير، البيت اللي ساع الكل. ايوه، امال ايه يا بنت؟ طب تعالي، عايزه احكي لك حكايه. تعالي. انا سمعت الشيخ في التلفزيون بيحكي قصه سيدنا نوح عليه السلام، بيقول انه قاعد يدعي قومه سنين كتير كتير قوي، لا زهق ولا مل. ولما كانت الناس تعدي عليه يقولوا له بتعمل ايه يا راجل انت؟ انت مجنون؟ في حد يبني سفينه في الصحراء؟ ولما جه الطوفان ربنا نجاه هو واللي معاه في الوقت اللي ربنا اختاره. احنا كمان لازم نعمله كده، نبني سفينه حب وود ونقول لهم تعالوا معانا، وربنا هو اللي عليه التسهيل. طيب بقول لك ايه، انت تعرفي قرايبنا كلهم؟ ايوه امال، اعرفهم واحد واحد. طب ايه رايك ما تيجي كده نروح نزورهم ونعزمهم كمان عندنا هنا، وهو رمضان قرب يمكن ربنا بقى يفك كرب البيت ده. تصدقي عندك حق، الاقربون اولى بالمعروف. انا مبسوطه لك قوي يا فوزية. حبيبتي يا زين. يا بنتي اهدي شويه، مش معقول كده اللي انت بتعمليه ده. لا عايزه انا اعمل ايه يا كريمه؟ احط على قلبي حجر عشان ما احسش؟ ده انت حتى امه عارفه الواد وحشني قوي. حبيبتي بكره جبريه هتزهق منه وهتبعتهولك. مش هتعمل كده جبريه، عشان عارفه ان تم الواد عندها هيفضل قلبي واكلني عليه. خلاص ما تحسسهاش ان قلبك واكلك على الواد. ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ أنا خايفة على الواد قوي، خايفة يعملوا فيه أي حاجة. طيب تحبي أنا أروح لها؟ لا لا يا كريمة، تاني أنا هبقى أروح لحسن، هبقى أخده منه. حسن؟ بعد اللي أنتِ قلتيه ده حسن يجي منه فايدة ولا رجا؟ يا ستي هجيبه بكلمتين وبعدين أخد منه الواد وبعد كده يخبط دماغه في الحيطة هو وأمه وأخته. طيب يا أختي أسيبك أنتي مع عمه وأخته وأروح أطمن على عمته اللي عاملة عملية التجميل في وشها، أحسن تغضب وتقول لك بص كريمة ما جاتش ولا شافتني. أصل في بنت كده في الدنيا ناس مالهاش 30 أي لازمة، والله العظيم لو ربنا خدهم وريحنا منهم يا سلام الدنيا تبقى زي الفل. والله العظيم بس نعمل إيه بقى؟ يحيي العظام وهي رمين. خليكي هنا. يا صلاة النبي أحسن، الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ يا سلاطين الزبادي واللبن الحليب، قمر يا ربي نزل من السما وقعد على الكرسي هنا منور البيت الكبير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فرحانة لي يا كريمة؟ يوه
ده انا هطق من الفرح. مبروك يا اختي العمليه. ايه ده، الله اكبر، ما شاء الله، حلوه قوي. يا بوي هم ونزاح، ده انا كنت ابص في المرايه الاقي ايامي كلها سودة. عشان تحرمي تعملي العمله السودة دي تاني. كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوعك ده، بس مش دلوق، لحسن تقلبي علي. الصراحه انا زعلانه منك. انا قلبه برضو يا فوزيه. مش مهم، مسامحاكي، وبعدين تعالي هنا، انا عملت لك ايه زعليك؟ بالله عليكي، بالله عليكي يا كريمه، تشيلي جبريه من دماغك. الله يخرب بيت امك، جبريه واللي جابوا جبريه واتنين جبريه، ما احنا كنا حلوين وبنتكلم زي العسل. صدقوا يتأمن بايه؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. انا لو طلت اذبح جبريه دي واشرب من دمها الزفر، والله العظيم ثلاثه ما هتاخر ويكون دلوقتي حالا. طب انت يرضيكي؟ انت يرضيكي كانت عايزه تموت زينب بنت عبد الله بنت اخوكي؟ يرضيكي؟ بعد الشر عليه. بس اسمعيني طيب. بقول لك ايه يا فوزيه؟ لا اسمعك يا اختي ولا تسمعيني. انا هقول لك كلمتين حطيهم حلقه في ودنك. خلي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك. مبروك على عمليه التجميل. الجبريه قطيعه تقطعها وتقطع اسمها من الدنيا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تحسدني. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزكم تنظفوا البيت، عاوزين مزايا الكريستال، فاهمين؟ يلا. انت بأي حق تدخل بيتي وتقعد فيه؟ ايه الكلام ده؟ ايه؟ ما سمعتش الكلام اللي انا قلته؟ ولا خلاص ما بقتش تسمع يا مروان؟ يا رجالة استنوا برا دلوقتي، يلا. انا مش هاخد ضدك اي اجراء قانوني، لان انت في الاول وفي الاخر ابن عمي وجوز اختي، بس غلط ان انت تدخل بيت مش بيتك وتقعد فيه من غير اذن. ايه جنيتي ولا ايه؟ عيب يا مروان، ما يصحش. بيت مين اللي بيتك يا شاهد؟ البيت ده بيتي، بيت مرت الله يرحمها. اه، وبعتهولي قبل ما تموت. بعتهولك؟ مش البيت بس، ده البيت والارض كمان. ايه الكلام الماسخ ده؟ اهو اللي حصل يا مروان. مستحيل فريده تعملك ده. لا، عملت كده. عارف ليه؟ ليه؟ علشان كانت بتحبك حب ما حبتوش لأي حد. وانت ولا همك، كان كل اللي يهمك نفسك وبس. يا عيني عقلها راح منها وهي بتشوفك وانت بتتجوز زينب. راحت بعت لك الأرض والبيت مش كده؟ حلو قوي. ودفعت فلوس ولا محبة؟ والله أنا خدت قرض بضمان الأرض وديتها كل الفلوس. وبيت حصل ده؟ من ساعة ما قررت تتجوز زينب. اوعي تفتكري ايه عشان انت محامية شاطرة وعارفة في القانون وعشان بيت عمي انا مش قادر اثبت ان انت كدابة. انا هدخلك السجن. اعمل اللي انت شايفه صح يا مروان. انا معايا ورق رسمي يثبت ان كل حاجة بتاعتي. عيب يا شاهد، عيب. ما عيب الا العيب يا مروان. انا معايا اللي يثبت، وانت عليك تثبت ان انا كدابه وزورت الورق، وساعتها بقى محدش هيلومك لما ترميني في السجن. ماشي يا شاهد، ماشي. انت الخير والبركه. انت عاوز ايه بالظبط يا حسن؟ عايز اشتغل مع محرم بيه، عايز ابقى مكان مروان. عاوز تشتغل ايه؟ اللي مروان كان بيشتغله. هو انت عارف انت بتطلب ايه؟ عارف. الموضوع مش سهل خالص. وانا تحت امرك، واللي انتوا عايزينه انا ملزم بيه. طب ما تزعلش مني يعني يا حسن، يعني سوري في الكلمه، اللي انا اعرفه ان انت على الحديده ما حلتكش اي حاجه. مين قال كده؟ انا زيه. وبعدين انا متاكد ان ابوي لا يمكن يكون عمل اللي هو جاله، وانا مش هسيبه. طب بص، انا من ناحيتي هحاول اقنع محرم، هقعد اتكلم معاه، بس خلي بالك الموضوع مش في ايد محرم وبس،
في ناس كبيرة قوي هي اللي بتقرر مين اللي يشتغل ومين اللي ما يشتغلش، ولو قالوا بعد ما نقنعهم ونتحايل عليهم ان هم وافقوا يعني لازم تكون جاهز. حياتك انت حاجة جاهز. تعرف يا حسن انت مخك كبير وعجبني بجد بجد، لازم تبقى كبير البلد دي. هيحصل يا ريمان، هيحصل. برافو. حلوة جاوي 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 جاوي. طب لو حد دعبس في الورق سليم والراجل يقول جارك ده حلوة جاوي، يعني دلوقت مفيش حد ليه حاجة عندي، ولو حابب أطلعهم ليك مديونين مفيش مانع. حلوة جاوي، في حاجة عايزك تعملها؟ أؤمر يا باشا. شاهد بنت عمي بتقول ان فريده بعت لها بيتها وارضها، الكلام ده مش صح، بس خد بالك البيت دي عجر في الجنون زيك كده. بسيطه، وانا اجيب لك اجل الموضوع ده في ثانيه. كيف يعني؟ الست فريده هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها، سواء بيع او تجاره، وليها امضه في الجمعيه الزراعيه. كل اللي هنعمله ان احنا هنجارب من امضتها في الجمعيه الزراعيه مع الورق اللي معاها ومكده، يبان التزوير. حلو قوي قوي قوي، اعمل كده. انا كنت فاهمه زيك كده، كنت فاهمه انها مجرد تجاره، ان شاء الله حتى تجاره في الممنوعات. اما محرم بقى قلبه جامد طول عمره، ما هموش، دخل بقلبه، وانا كان كل اللي يهمني ان احنا نبقى اغنياء وبس. بس للاسف الموضوع طلع اكبر من كده بكتير قوي. دي منظمه كبيره هدفها انها تبقى موجوده في كل بلد والتاجر فيها، ومش مهم خالص على فكره التجاره دي تكسب ولا تخسر، المهم انها تبقى موجوده ومسيطره. ايه الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، انا بقى ومحرم وعبد الحكيم ومروان كنا التروس المنظمه ديت، ولازم نكمل. اي حد حتى محرم لما فكر ان هو يخلع او يمشي هيقتله، مش هيقتله هو لوحده، هيقتله انا كمان وراه. طب مهدي ده اخره ايه؟ مهدي زيه زي محرم بالظبط، بس هو ما غلطش غلطته غير كده وكده ان هو عاوز ياخد مكانه. طب وليه ما ننطروش احنا؟ يا ريت، بس مهدي مش سهل خالص. يعني احنا اللي لقمه طريه؟ لا، بس عندنا مشاكل تتحل. بس مهدي شايل من محرم، ولو طال ان هو يقتله هيقتله. طب واحنا ليه نسيبه يعيش؟ ياه، انا ما كنتش اعرف ان انت جامد قوي كده يا حسن. شوف يا ريمهان، بعد اللي حصل لي ما بقاش في دماغي غير حاجه واحده، هي ان ابقى كبير وكبير قوي. انا عايز كل حاجه تبقى في يدي لحد ما رجاب الناس تبقى تحت رجلي، والناس تخافني وتهابني وتطلب الرحمة، وأنا في الآخر أقرر مين أرحمه ومين أرميه بالنار. أنت واثق من اللي أنت بتقوله ده يا حسن؟ أيوة واثق. أما نشوف. صباح الفل. هعميك على فكرة، كل اللي يجي منك حلو. ما تتعدل يالا، بدل ما لبك لبة اجيب اجلك، اقسم بالله دي هتبقى احلى لبة في الدنيا. لو مش محتاجة لك بس. معلش، الحاجة ام التنازل، وده هيبقى احلى تنازل. المهم كنت عايزة منك خدمة كده. انت تأمريني. هتعرف تعملها بس الاول ولا لا؟ مش لما اعرف هي ايه الخدمة الاول.
عايزك تخطف لي عيل. عيل مين؟ ابنك اللي عند جبريه؟ هو انت عارف ان انا ابني عند جبريه؟ طبعا. انا سبتك انت والست الوالده من هنا ورحت عملت عنكوا تحريات شامله. لا يا خفيف، مش ابني اللي عند جبريه. امال مين؟ في عيل تاني. اه قصدك ابن ضرتك البنت الخدامه اللي حسن اتجوزها. طب ما انت حلو وهو معايا على الخط. لا ده انا عاجبك قوي، بس انت ركزي معايا. طب يا اخويا يعني طالما انت راجل قوي كده سايب مراتك على حل شعرها ببيت محرم ليه؟ مراتي مين؟ انا مش متجوز. يا راجل امال سينا دي ايه؟ سينا. طب اقول لك وما تقوليش لحد. مش هقول. طب احلف. اخلص. انا طلقت سينا، خرجتها من على ذمتي من اول ما دخلنا الفيلا عند محرم بيه وانا مطلقها، بس هي ما تعرفش، اصل انا راجل حر ودمي حامي وما اقبلش حاجه زي كده ابدا. واطي قوي انت. مش بحب الحلوين لما يغلطوا. والله هتعرف تعمل اللي قلت لك عليه ولا لا؟ المهم انت هتعرفي تحفظي السر اللي قلته لك ولا لا؟ انا مال انا تتجوزوا ولا تتطلقوا ولا حتى تولعوا بجاز، انا اللي يهمني المصلحه، هتعملها ولا لا؟ بعون الله بعون الله بكره هيبقى عندك الخبر اليقين. وده ايه اللي جابه تاني ده؟ مش كنا خلصنا منه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أحلى شيشة للمعلم بدر. أنا سمعت إن في عمدة جديد نزل البلد، صح؟ صح، محرم ابن الحاج سلامة الدسوقي. أها، وده ماله ماله العمودية؟ إيه؟ واخدها وجاهة؟ جاي من بلاد بره يعمل عمدة علينا ولا إيه؟ إيه صح؟ الله حكم الجوي. الجوي؟ ورهات لي شاي. بور أمرك يا سيدي الناس. سمعت انك اشتريت بيت. وانت مالك انت؟ وانا مالي؟ ما انا عارف البير وغطاه. جبت الفلوس منين يا فتحي؟ ده انا عرفت انك دفعت 150 الف جنيه دفعه واحده. انبوروا فيها بقى. عرق وشايه يا عم، في ايه؟ ولا سرقت سرقه تانية؟ قول قول سرك في بير. اقول يا عم انت مجنون ولا ايه؟ ياد على بابا، ده احنا دافنينه سوا. دافنينه سوا ايه يا عم؟ انت فاكرني تربي؟ يعني اصلك انت بيني وبينك كده لا بتزرع ولا بتقلع ولا بتتاجر ولا وارث ولا اي حاجه. جبت الفلوس منين؟ ما انت يا سرقت يا قتلت، ولا تكونش بتنبش في القبور وانا مش واخد بالي. ايوه انا بنبش في القبور، تيجي تنبش معايا؟ ده ايه الناس الغريبه دي؟ صح، ناس غريبه. ماشي، مصير يعرف انت جايب الفلوس منين يا رخم. اللي عملته شاهد عيب، عيب قوي. مش يمكن ده حصل فعلا يا مروان؟ حصل كيف يعني؟ بالعقل كده؟ فريده هتيجي تقول لها خدي حالي ومالي، ايه هتهجي من البلد؟ ولا كانت عارفه انها هتموت؟ الا اذا اللي في دماغك
يوه ما تتكلم الا اذا ايه يا ابني، اتكلم الا اذا ايه. شاهد هي اللي قتلتها؟ لا 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 شاهد يا حبيبتي، دي قطه مغمضه. ما تعملش كده، لا ما تعملش كده يا مروان. لا ما انا عمال احسبها يمين وشمال مش جايه معايا. اسمعي. نعم. انا مش هسكت وهثبت ان الورق اللي معاها مزور وملعوب فيه، انا متاكد من كده. قولي لها لو ما رجعتش على هي بتعمله هعمل فيها زي ما عملت في حسن، وهي مش اغلى من امي واخوي ولا ايه؟ ايه يا اخويا ايه؟ طب اقول لك ايه؟ ما تهدى كده وتوحد الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. ايه رايك؟ انا اخد بعضي وانزل اروح لشهد وامسكها اقررها، وكل حاجه هتقولها لي اجي اقولها لك بالتفصيل الممل. ايه رايك يا اخويا؟ ايوه اعملي كده. حاضر. روحي لها اعرفي منها الموضوع وعجليها. حاضر. وقولي لها ما تعملش كده تاني. ما هي ما عملتش حاجه، بس انا هروح لها. روحي لها. حاضر. عايزه حاجه تاني؟ لا يا اخويا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. روح ربنا يقويك، روح ربنا يوعدك بسواق قطر يكون اعمى يشيلك من على الارض شيل، ولا بؤرة كبيرة فيها زيت مولع تقع فيها محد ينجدك، كلكوا تولعوا بكاس يا رب. ايه ده؟ انت مجنون يا دي انت، هو ولا ايه؟ وسع! معلش يا اخوي حجك علي، بس اذا كان وكل الحج عندك سهل فعادي لما الدم يبقى ميه. تجد اللي انت بتعمله ده يا حسن، لم الرجاله دي وامشي. انت مش هتطلع من البيت ولا هتعتب براه الا لما اخد حج كامل ويجي الحد عندي تحت رجلي ومعاه كمان تعويض عن اللي انت عملته. وكريمة تطلع برا البيت دلوك. معلش سامعانا يا كريمة؟ الواد ده جاني يا حبيبي، انا عارفه ايه اللي رجعه. انا تعملي معايا كده؟ اقعد يا مروان، اقعد يا حبيبي، ما تعملش عقله ورحمة عمي عبد الله. لا هتندمي وتتمني تبوس العين. لا فين يا مروان؟ لا لا اهدى يا حبيبي. فين يا مروان؟ اشخطري يا بابا، اشخطري ده اخوك. بعد عني. اخلص يا وليا. يا وليا ولا كلمت يا وليا؟ بعد اجري، ربنا يولع فيكم كلكم بجاز، يا رب يطخوا بالنار والتاني يمسك في زمرة رقبته، يا رب تحرقهم بجاز يا رب. هقتلك يا حسن. لا لا هتموتوا بعض، هتموتوا بعض. لو هتموتوا بعض يبقى موتوني انا الاول. ايوه اموت انا واللي في بطني احسن ما يجي الدنيا ما لقيش ليه لا اهل ولا عزوه. موتوني، ما عايزاهوش يجي يلاقي الناس تعايره باهله، تقول له يعني ناسك قتلوا بعض عشان الفلوس، يعني دمكم رخيص. حسن لو اخوك دمه رخيص عندك يبقى اقتلني انا الاول، وانا مش عايش اشوفكم بتموتوا بعض. يلا مستني ايه؟ اضرب. مفيش صانع باللي بيني وبيني يا عمتي. امال مين اللي ليه صالح؟ مين اللي ليه صالح؟ انا عمتكم، أنا اللي ربيت، أنا اللي شلت، أنا اللي استنيتكم لحد ما تكبروا عشان أفرح لفرحكم وأحزن لحزنكم. ما تتكلم ولا تتكلمي ليه؟ ما تلاقيكي فرحانة من اللي أنت شايفاه قدامك. مروان يا حبيبي نفذ وصية أبوك بالحرف زي ما ابوك نفس وصية جدك، وابوك وقف قدام الكل وما هموش اي حد خالص. انت عايز ايه يا حسن؟
انت عايزه ايه يا فوزيه؟ عايزين كل حاجه تروح من ايدينا؟ عايزين الارض تتقسم حتت حتت ويبقى كل حاجه راحت؟ مش ده كلامكم ولا انا جايباه من عندي؟ انت اللي عايزه ايه؟ كلامك ده غلط. لا ده صح الصح وصح اكتر من الاول كمان. كل واحد فيكم حاسس ان هو اكبر من مروان وحاسس ان هو عايز يبقى الكبير وهو اللي يحكم ويتحكم. وانا ايه؟ عاوزه ابقى الكبيره كمان؟ لا انت عايزه توسعي سكه للمحروس جوزك اللي رميكي وبيعايرك وبيذلك. طبعا ما انت حامل وشايله منه وعايزه كل حاجه تبقى تحت ايدين الواد اللي انت هتجيبيه ان شاء الله. يا وليه اتقي الله، ايه الكلام اللي عماله تقوليه ده؟ انا بقول اللي محدش شايفه واللي لازم مروان يعرفه. انت مش هتطلع ولا تخطي بره البيت ده يا مروان. انا اللي بنخلص اللي بينا. سامعني يا مروان؟ سامعني يا كبير؟ البلد هتخرب يا باشا، الدنيا زيطه، واللي اسمه بدري ده هيبلطج على الناس كلها، واللي مش هيدفع اللي هو عايزه يا اما هيحرق له ارضه يا يهد له بيته ومش بعيد يقتل له عياله. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ والله زي ما بقول لسعادتك كده. وبدري ده بقى يطلع مين؟ ده واحد كان بينزل من الجبل، كان بينزل على الناس يلم اللي وراهم واللي قدامهم، محدش كان بيفتح بقه لحد ما جه عبد الحكيم الله يرحمه واتفق معاه وبقى بيديله اللي يراضيه وزياده هو ورجالته في مقابل شويه مصالح يعني. عشان كده محدش في البلد كان يقدر يقول لعبد الحكيم تلت التلاته كام. وانت بقى جاي تقول لي الكلام ده منك لنفسك كده؟ ولا حد قال لك يعني تيجي تقول لي؟ يا باشا انا واحد من الناس، واللي هيجرى عليهم هيجرى عليا. وبعدين انت العمده، لو ما كنتش اجي واقول لك على ده اروح لمين يعني؟ طب روح انت، روح انت. استنى استنى. لو عرفت اي حاجه جديده تيجي تقول لي، سامع؟ عينيا، انا من ايدك دي لايدك دي. سلام عليكم. حسن، لساك راكب دماغك؟ مش أنا اللي راكب دماغي يا عمتي. طب ولو قلت لك عشان خاطري؟ عمتي انت الوحيدة اللي في البيت ده ليكي خاطر عندي، بس مش في الحكاية دي. طب أنا هتكلم معاه. مروان مستصغرني، مستضعفني، شايف ان انا لا بهش ولا بنش، ماليش حاجه عنده. ده رماني وسط المجانين والمعاتيه، رماني في السرايا الصفرة، عارفه يعني ايه؟ عارفه يا حبيبي، بس اللي قال لك ان هو عملك ده بيضحك عليك. بالله عليك يا عمتي، هملين الحالي. لا مش ههملك. طب بقول لك ايه، سيبك من اللي بيحصل، مبروك على العمليه. يا سلام، لساك واخد بالك؟ يا عمتي انت طول عمرك جمر في عيني، انا اصلا عمري ما حسيت انك اتغيرتي. وانا بحبك من شويه يا وادي يا حسن. حسن، انا عارفه ان قلبك لسه فيه الخير، وان نفسك طيب، وانك بتعمل كل اللي انت بتعمله ده علشان واخد على خاطرك من اخوك، ومش مصدق اللي بيتجالك. خليك انت العجل يا حبيبي، خليك انت لحسن، واذا كان مروان اخوك غلط ما تعملش كيف ما عمل. ده هو الكبير، هو المفروض يحافظ على البيت مش انا. الكبير مش بسنه، الكبير بافعاله. من الاخر كده يا عمتي، انا مش همشي غير لما اخد حقي. ما هو انت كده هتخليه يعند اكتر. عند بعند نشوف مين كلامه هيمشي. طب نفرض ان ابوك صح هو اللي عمل كده. لو ابويا صح هو اللي عمل كده شني من حساباته خلاني تحت يده ورحمة مروان، والله والله لا اروح اولع في جبره. استغفر الله العظيم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ عشان كده يبقى ظلمني. حسن، الدنيا دواره كيف الطاحونه،
واللي بتعمله هيترد لك ولحد عندك كمان. يعني ايه؟ يعني لو انت عملت اللي في دماغك يبقى كريمة كمان من حقها تولع الدنيا، ما هي حقها راح برضك، وتبقى عملت كيف ما عمل ابوك مع اخونا عبد الله الله يرحمه لما قال له مالكش عندي حاجة. انا مال انا ومال اللي حصل بين ابويا وعمي؟ ما هو بيتعاد تاني اهو يا حسن وقدام عينك. هو احنا ما بنتعلمش؟ احنا شكلنا ما ورثناش منهم غير ظلم الاخ لاخوه. طب عشان خاطري يا حبيبي، عشان خاطري خد بالك وفكر يا حسن. انت بتقولي لي انا الكلام ده ليه؟ قولي لي هو مش هو الكبير؟ قوم يا مهدي اصحى، قوم بجينا بالليل. انت عارف انك وحشتيني؟ انا لو بس عارف انت بتجيب الكلام الحلو ده منين. من اللي بتعمليه، اللي بتعمليه هو اللي بيخليني اقول احلى كلام. طيب على ما تفوقك ده اكون عملت لك الوكل. انت هتعملي الاكل بنفسك؟ بنفسي؟ ده انا هعمل لك فطيره مشلتته مع العسل الابيض هتخليك زي الحصان. انا العسل الابيض ده هو اللي مخليني هتجنن وهبقى 100 حصان. طب جو. يا بنت يلا كفايه كسل. عملتي ايه في اللي قلت لك عليه؟ كلمتيها؟ كلمتها اكتر من 10 مرات وفي الاخر ردت وقالت لي الاقي التليفون ما كانش معايا. مش مهم. وقلت لها ان انت محتاجاها ضروري جدا. قالت لي انا مش نازله مصر. قلت لها لا احنا في بلد جنب بلدكم واديتها العنوان. حلو قوي. ناديه انا كنت محتاجه بس حاجه تأمري. بصي لما شهد تجيب لك فلوسك باذن الله يعني كنت محتاجه قرشين. هديك اللي انت عاوزاه. اصلا انا عايزه انسى بقى ايام زمان، محتاجه اعمل مشروع صغير كده ابني بيه حياتي. تعملي ايه وتروحي فين؟ انا ما استغناش عنك ابدا. بجد؟ بجد. هفهمك بعدين. المهم دلوقتي روحي وكلميها كمان ساعه اطمني انها اتحركت وفي السكه، ولو جايه قولي لي عشان اعمل حسابي. روحي. حاضر. بدري انت جاهز؟ اعمل اللي قلت لك.